بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المشردين عن الأوطان. صلى الله عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين وأصبر الصابرين. سادتي، ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم. سادتي، فنفوز فوزا عظيما، كسد طول الدهر ثوب المصائب، مصاب رقى من غالب أي غارب. فيا لك من رزين أطل بروعة وأضرم نار الحزن بين الجوانب. غداة أصاب الدين سيف ابن ملجم، وأردى عليا خير ماشين وراكبي وراح عليه الروح جبريل ناعيا، وطبق حزنايا شرقها بالمغارب. وضجت عليه الجن والإنس بالبكاء بدمع سفوح كالسحائب ساكبي. مدارسه أضحى الدوارس بعده، وليس بها غير الصدى من مجاوبي. وظل يتام المسلمين نوادبا
تحن حنين اليعملات سواغب هو المرتضى في نعشه يحملونه أم العرش ساروا فيه فوق المناكب وما مر إلا وانحنى كل شاهق عليه وأهوت داجيات الغياهب وقد دفنوا في قبر الدين والتقى وبدرا يجلي داجيات غياهب لحن حنين النيب وابكي يا محاري على خطيبك يا منابر شقي الجيه حن حنين النيب وابكي يا حزينة على إمام اللي قضى وبتفارقي صلى الصبح فيك وصلاة الظهر وين بدرك أفل أبدايين فلا يظهر ولا يغي حني وصيحي وإمامي وإماما على قتيل خضبوا شاب من دمع ضعتي مثل ما ضاعت أطفال ويتامى ضعنا عقب عيني بلا شك ولا ريب ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال مولانا وسيدنا ومقتدانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام السرور يبسط النفس ويثير النشاط. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ولقضاء الحوائج وتيسير الأمور نوروا مجلسنا هذا بذكر محمد وآل محمد. هذه الليلة طبعا ليلة مصيبة عظمى
مرت على الإسلام والمسلمين، وهي ليلة استشهاد مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن نقف وقفة تأمل في حركة من حركات علي بن أبي طالب، وفي قضية من القضايا التي حركها أمير المؤمنين بشكل واضح. ولكن بعد هذه المقدمة اليسيرة، الإسلام لم يهتم بشيء كاهتمامه بتآلف الناس واتحادهم وارتباطهم وتآلفهم فيما بينهم. أنا أعتقد لا يوجد هم في الشريعة الإسلامية أكثر من هم التآلف والترابط فيما بينهم، إلى درجة أن الشريعة الإسلامية حاولت بقدر ما تستطيع من خلال رجالاتها أن تبعد كل المشاكل والتحديات والعقبات التي يمكن أن تواجه وحدة الناس وتآلف الناس وترابطهم. ولذلك فإن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قد عمل على هذا الاتجاه عملا ذؤوبا من بدايات الدعوة الإسلامية. وإن الأعداء إنما يخشون من وحدة الأمة وتآلفهم وارتباطهم، لأن هذا هو الذي يمثل الخطورة بالنسبة إلى أعداء الدين وأعداء الإسلام. ولذلك على المجتمع دائما وأبدا أن يبحث عن الأمور التي تجعله يترابط فيما بينه، يتحد، يتآلف، يشعر هذا بذاك وذاك بهذا. وهذا الذي نعبر عنه بالبعد الاجتماعي في الشريعة الإسلامية. أي ما هي إلا مقدمة، والكلام طويل في هذا المجال. أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكن بعيدا عن هذا البعد، وهو المؤسس في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الذي حرك الكثير من الجوانب سواء كان في حياة النبي وبعد حياة النبي، حتى وهو مبعد وأقصي عن خلافة المسلمين، إلا أن علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام لم ينس هذا البعد كغيره من الأبعاد الأخرى، سيما في فترة ماذا؟ في فترة حكومته التي نعم لم تستمر أكثر من 5 سنين، في تلك الظروف التي يحتاجها إلى البعد السياسي والبعد الإداري وأبعاد أخرى، إلا أنه كان من همه أيضا هذا البعد الاجتماعي المهم. والبعد الاجتماعي طويل كبير، كثير قضايا وجوانب، لكن أنا أقصد شيء من خلال هذا الكلام، وهو التكاتف والتكافل المجتمعي بين أفراده.
أن يتكاتفوا يترابطوا، يصير عندهم نوع من التكافل فيما بينهم. أي نوع من أنواع التكافل الاجتماعي اليوم بالذات مطلوب أيها الأحبة، في ظل الضغوطات وفي ظل نعم التوجهات سهام الأعداء، أعداء أهل البيت إلينا، مطلوب التكاتف والتعاون فيما بيننا الذي يعبر عنه بهذا التعبير، وهو التكافل الاجتماعي فيما بين الناس. وعلي بن أبي طالب حرك هذا المورد كما تلاحظون من سيرة علي بن أبي طالب. لماذا مثلا بعض الشخصيات لم تبايع أمير المؤمنين؟ هل تأملتم في عبد الرحمن بن عوف؟ عبد الرحمن بن عوف من ضمن الستة الذين وضعهم عمر بن الخطاب، وأمير المؤمنين جرى مجراهم. لماذا عبد الرحمن بن عوف أساسا لم يبايع علي؟ شنو السبب؟ وهو العارف والذي يعلم أن علي بن أبي طالب هو الذي سوف ينقذ الناس أيها الأحبة، ولذلك اشترط على أمير المؤمنين شرط، قال لي يا علي أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين. فقال يا ابن عوف أما كتاب الله نعم وسنة رسول الله فنعم، وأما سيرة الشيخين فلا، فإن ذلك يكون باجتهادي أنا. فلم يبايعه. زين، هل أحد وقف عند سيرة الشيخين شنو معناته؟ 12 سنة وإذا بعبد الرحمن بن عوف يملك نعم مئات من العبيد والخدم، آلاف، مئات الآلاف من الدراهم، يملك منزلا بل قصرا في ذاك الزمان في منطقة تسمى بالعقيق، هذه كانت خارج المدينة أطراف المدينة. ويعرف ابن عوف أن مجيء علي بن أبي طالب سوف نعم يأخذ منه ما ملك في خلال هذه المدة، إلى من؟ حتى يلتفت إلى الفقراء والمحتاجين. يقول لأنت نعم إنما وصلت إلى هذا الذي لديك نعم على أكتاف الفقراء وعلى أكتاف المحتاجين وعلى أكتاف اليتامى، وبالتالي فإن عبد الرحمن بن عوف بلسان حاله يقول لعلي بن أبي طالب أبايعك لكن قصري مكانه، أبايعك ولكن أموالي مكانها، أبايعك ولكن دنانيري مكانها. علي بن أبي طالب يقول له سأهدم قصرك على رأسك، أنا ما أخليك. هذا هو الواقع. البعد الاجتماعي مهم جدا، ولذلك علي بن أبي طالب إذا سنحت له الفرصة مع غض النظر عن التوزيع العادل، وأنا قلت أول ليلة الحبشة في ذاك الوقت اللي اليوم يسمونها أثيوبيا، المنطقة الأفريقية، نعم أمير المؤمنين عنده عدالة موجودة، توزيع الثروة أهم شيء، هذا الناس كيف يوزع الثروة أو نعم الثروة على الناس الأموال. ولذلك أمير المؤمنين قال لازم في ناس محتاجين وناس فقراء وناس أيتام، ولذلك علي بن أبي طالب أخذ يحرك هذا البعد الاجتماعي نعم تحريكا دؤوبا. خل نستفيد من حركة علي بن أبي طالب. ولذلك أمير المؤمنين في كلامه يقول السرور كمثال يبسط النفس ويثير النشاط. كم نعم عظيم إذا أدخلت سرورا على فقير، وكم هو عظيم إذا أدخلت سرورا نعم على يتيم، وكم هو عظيم إن أدخلت سرورا
نعم على محتاج. وهذه هي حركة علي بن أبي طالب، وهذه أنا ملاحظتي هنا أيها الأحبة، أن نحاول أن نعرف كيف تحرك أمير المؤمنين، وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، مع الفقراء والأيتام. ولذلك هذه الليلة الأيتام ينادون أين أنت يا علي، الفقراء ينادون أين أنت يا علي، المحتاجون ينادون أين أنت يا علي. أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يؤكد هذه الجنبة لا من خلال القول فقط، وإنما من خلال القضية العملية كما سوف تلاحظون في بعض التمثيل. هذه الرواية يقول: فوالذي وسع سمعه الأصوات ما من أحد أودع قلبا سرورا إلا وخلق الله له من ذلك السرور لطفا. هذه أيام شهر رمضان المبارك، في طول العام إذا أنت أدخلت على المؤمنين السرور، يتامى، محتاجين، فقراء، عزاب يريدون أن يتزوجوا وغير ذلك، الله يبعث إليك من ذلك السرور لطف. كلام معصوم. فإذا نزلت به نائبة جرى إليها كالماء في انحداره، يعني الله يبعد عنك النوائب والبلايا والمشاكل لأنك تدخل السرور على المؤمنين. خلينا نشوف علي بن أبي طالب شوي. أمير المؤمنين، واحدة من الأمور المشهورة المعروفة، عندما رجع الإمام الحسن والحسين من دفن علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، دموعهم على خدودهم يبكون على فراق أمير المؤمنين، وإذا بهم يسمعون أنينا وصياحا، صياح الثكلى من دار خربة، فيذهبون إليها وإذا بشيخ كبير يبكي، عجوز، فقيل: أيها الشيخ؟ قالوا له: لم البكاء؟ فقال: منذ 3 أيام لم أذق شربة من الماء ولا طعام. اتأمل، لما؟ قال: أنا فقير بعيد عن هذه المنطقة، فمنذ أن وصلت إليها وإذا برجل في كل ليلة يأتيني ويطعمني ويؤنسني ويشرب ما أشرب ويأكل ما أكل، وإذا الآن أفتقده منذ 3 ليال فلم يأتيني بطعام ولا ماء. فقالوا: يا هذا صف لنا حاله. فقال: والله كلما سألته عن اسمه فلم يقل اسمه، ولكن إذا سبح فإن الحيطان تسبح لتسبيحه، وإذا كبر تكبر الحيطان لتكبيره، وإذا هلل تهلل الحيطان لتهليله. فقالوا: هذه أوصاف مولانا. هذه أوصاف مولانا أمير المؤمنين. فقال لهم: بالله عليكم ما خبره؟ فقالوا: والآن رجعنا من دفنه، لقد قتله نعم عدو الله ورسوله عبد الرحمن ابن ملجم،
ونحن أولاده الحسن والحسين انكب عليهما بالله عليكما إلا ما أخذتموني إلى سيدي ومولاي فوالله لا أطيق فراقه. أخذوه إلى نعم قبر علي، الحسن عن يمينه والحسين عن شماله، فلما وصل انكب على القبر فقال: إلهي بحق صاحب هذا القبر إلا ما قبضت روحي. فقير بعد علي لا يريد الحياة، هكذا هو أمير المؤمنين مع الأيتام والفقراء والمحتاجين. نعم أحدهم يقول: كنت في مكة المكرمة أطوف وإذا بي أسمع بنتين صبيتان، الواحدة تتكلم مع الأخرى تقول: ليس هذا بحق سيدي ومولاي أمير المؤمنين وزوج البتول. فأخذت تمدح علي، فجاء إليها فقال لها: أمت الله أتعرفين عليا؟ علي تعرفينه؟ قالت: كيف لا أعرفه، كيف لا أعرف علي، وكنت أنا وأختي صغيرتين فدخل علينا على أمنا وسلم على أمنا: السلام عليك يا أم الأيتام. نعم بعد حرب صفين: السلام عليك يا أم الأيتام. فقالت: وعليك السلام يا أمير المؤمنين. سأل عن حالها فقالت: بوجودك يا علي بخير. هذه البنتان خرجتا لأمير المؤمنين، نظر إليهما فقال: ما إن تأوهت من شيء رزيت به كما تأوهت للأطفال فالصغر قد مات والدهم، من كان يكفلهم في النايبات وفي الأسفار والحضر. فقالت له: يا أمير المؤمنين، إن هذه بنتي مريضة، نعمها بالجدر إلى درجة أن هذا الجدر قد أعمى نعم عينها فهي ما ترى. وإذا بعلي قام بأبي وأمي مسح على رأسها ثم مسح نعم على وجهها فتقول: والله وإذا بي قد أبصرت بفضل علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وإني أرى الناقة الشاردة نعم في ظلام الليل. علي بن أبي طالب، الليلة ليلة مصيبة، اسمحوا لي يمكن ما أطول في الموضوع، ولكن هكذا علي بن أبي طالب على فراش المرض، الحسن موجود الحسين موجود، وفي ليلة 21 اتأمل، يعني في أي لحظة يمكن يأتي ملك الموت يقبض روح علي بن أبي طالب. فجأة وإذا بالباب تطرق، مجرد أن طرقت الباب صارت أرواحهم في قلوبهم، اتذكروا أيام النبي شلون الملك نعم عزرائيل طرق الباب قالوا: أخاف ملك الموت يطرق الباب على أبينا. فقام الحسن أراد أن ينظر من في الباب، ففتح الباب ورجع باكيا، يبكي الإمام الحسن يبكي. فقام الإمام الحسين نعم يريد أن يرى شنو في الباب، ما القضية، لماذا أخوي يبكي، وإذا نعم بالحسين يبكي هو الآخر. فتحوا الباب وإذا أطفال أيتام جايبين لبن إلى أمير المؤمنين.
أما هذا الكبير هاي لسان حالها، لسان حالة كبيرهم هذول الأيتام. تعتقد في الكوفة ترى الكل سمع أن علي بن أبي طالب نعم هذا ربه بن ملجم، الأيتام يبحثون علي، الفقراء يقولون وين علي، المحتاجين يقولون وين علي. وإذا الصغير هذا كبيرهم لسان حاله يقول مدة 3 أيام ما شفت ولا شفت وليدا، مدة 3 أيام ما شفنا ولينا. إيه عندنا شباب وهذا يتيم نعم يخاطب يقول وين علي ابن أبي طالب، مدة 3 أيام ما شفنا ولينا، جينا نردع حود يا ولاده علينا، سيف الرجس مسموم شق غرت جبين. علي وين؟ علي ترى على الفراش ما يقدر يقوم. اتحرك علي الكرار وصد لهم بعين، ما قام لهم ما يقدر يقوم علي. هلا بيك ان شاء الله الليلة ابو فاضل يسجل كل اسماءكم. ها علي نعم كأني يطلب من أبي الفضل يقول له سجل أسماء نعم الباكين علي هذه الليلة. ما قام لهم بس رفع لهم يمينا، يعني سمحوا لي ما أقدر لكن أنا أسلم عليكم بيميني. نعم هذه الليلة أولاد علي عن يمينه وعن شماله، وإذا بالإمام قد عرق جبينه فقال له الإمام الحسن أبا يا علي أرى جبينك قد عرق كاللؤلؤ، فقال يا أبا محمد سمعت رسول الله يقول إن المؤمن إذا قرب أجله عرق جبينه وصار كاللؤلؤ وسكن أنينه. نعم ثم أغمي على الإمام، آجركم الله شيع موالين. فتح الإمام عينه نادى على أولاده آجركم الله شيع موالين. آجركم الله نادى على أولاده واحدا واحدا، بني أبا محمد أبا عبد الله يا ابن الحنفية يا عباس، ونادى على بناته زينب أم كلثوم رقية فلانة فلانة أحط لمن حوله. أحاطوا حول أبيهم أمير المؤمنين، ثم أخذ يوصيهم بالوصايا العامة، لكن لنأتي إلى الوصية الخاصة. التفت إلى الإمام الحسن يريد أن يعطيه وصيته التي تخصه، فقال بني أبا محمد إذا أنا مت فغسلني
وحنطني بحنوض فاضل حنوض جدك رسول الله، فإنه من حنوض من كافور الجنة جاء به جبرائيل، ثم كفني يا أبا محمد وضعني في السرير، فإذا وضعتم السرير فلا تحملوا مقدم السرير وانظروا إلى مقدمه، فإذا ارتفع فارفعوا أنتم المؤخر، فإذا سار السرير تسيرون، فإذا وضع المقدم فضعوا أنتم المؤخر، ثم تقدم يا أبا محمد وصلي علي وكبر سبعا، فإنه لا يجوز ذلك إلا علي وعلى إمام يظهر آخر الزمان اسمه المهدي من ولد أخيك الحسين. ثم يا أبا محمد أزح السرير واكشف التراب عنه، فسوف تجد قبرا محفورا ولحدا ملحودا وساجة منقورة قد ادخرها لنبي الله نوح، مكتوب عليها هذا ما ادخره نبي الله نوح إلى العبد الصالح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ثم ضعني في اللحد وأشرج الابن، ثم انظر قليلا وانظرني بعد ذلك فلا تجدني، فإني لاحق بجدك رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم أرجع بعد ذلك يا أبا محمد. إلى هنا انتهت وصية علي الذي تخصه، لكن وإذا بزينب رمت بنفسها على أبيها. إي أريد قلبك الليلة، ها ما أقدر. نعم أنا أعتقد ما في واحد يسمع المصيبة اليوم نعم ما يبكي على أمير المؤمنين وما تنزل منه قطرة دمع على علي بن أبي طالب. وإذا بزينب رمت بنفسها على صدر أبيها، قالت يا علي لقد حدثتني أم أيمن عن حديث كربلاء. كربلاء كربلاء، ولكن أحببت أن أسمعه منك يا علي. فقال بني الحديث على ما حدثتك عليه أم أيمن. قالت نعم يا علي ما يكون. قال بني زينب كأني بك في هذه البلدة من مكان إلى مكان، من حولك الأطفال واليتامى والنساء من أهلك، سبايا يا يا. فقالت إذن يا أبا أليس أحد يلتفت إلي؟ إي أولاد علي كلهم يمها. إي والله دار عين على أولادي ودمعه بعينيه، صاح جيبوا لي أبو فاضل زينب بالعجل. نادت زينب يا بويا هذا خيب الفضل، يا علي يا طود عزي تموت ما تتم مصيام، أجركم الله شيع موالين. نعم وإذا بالعباس على يسار وزينب عن يمينه، قال بني أبا الفاض أنت جالس وهذه زينب. أخذ نعم يد زينب وضعها في يد أبي الفضل العباس، نعم سلام الله عليه، ولكن هذا باختيار العقيلة زينب. أويل
علي وصد لزينب الحورة على خدها الدمع شايل يقلها من تريدين تختارين الجكافل قالت لا يا ابو الحسنين قلب اختار ابو فاضل غيور غيور اولادك العباس بحمايته ما بنهان ايه علي التفت الى العباس اقلب زينب بضعة الزهرة وصيت يا قمر عدنا لا تتركها يا عباس لا تتركها يا عباس ترى بحمايته يا ما تنهى آجركم الله وإذا بالإمام أمير المؤمنين التفت إلى الإمام الحسن والحسين فقال يا أبا محمد ويا أبا عبد الله كأني بكما وقد انهالت عليكم الفتن من ها هنا وها هنا فاصبرا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ثم قال أما أنت يا أبا محمد سوف تموت مسموما مظلوما وأما أنت يا أبا عبد الله فشهيد هذه الأمة وسوف تقتل بأرض كربلاء هل من مناد وإماما أويل وتجمعت الأولاد حوله كل الأولاد ها وظلت بنات المرتضى كلهم ينوحوا ينادون أبونا يا حسن متغير الله اتحرك يا ويل المرتضى وبطل ونين اتحسر على اولاده وصد لهم بعين قالهم كلامي يا اولاد تسمعونا لازم حسن وحسين من بعدي تطيعوا انا جني بشبل الحسن فوق الفرش ناي والسم كبدا فتت وحال الهوى والكل ذابت مهجته والدمع ساجي والحسن يتقلب واخوه حسين محزون واما المصيبة اللي تزلزلها الوطية مصيبة عزيز حسين برض الغاضرية جن يشوف على الثرى نايم رمية من حاله الشبان بالغبرة يونه وزينب انفجعت حين سمعت هالوصية وصاحت عجل يا بوي من وصيت به وبانت يا بوي أول الذل علي ويا ليت بعدك هالحراير ما يضيع اتحرك يا ويلي صاحب النفس العطوفة وصد ونده زينب وعبراته ذرو بني انا جني اشوفك حايره بوسطه الكوفه
ويا يتامى على الهزل كلهم ينوحون. خاطبت ابوها تقول له أبا هذه مصائب ام هي وصايا يا امير المؤمنين؟ هل الدمع هونادته والقلب ذايب بيه توصله تخبرني بمصايب. بعدك يا ابويا يساعد الله على النوايب اجركم الله. واذا بامير المؤمنين عند ذلك عرق جبينه وسكن انينه ثم نادى على اولاده في امان الله في دعة الله يحفظكم الله جميعا سددكم الله جميعا حفظكم الله جميعا. ثم قرأ شيئا من الكتاب وهو يقول لمثل هذا فليعمل العاملون. وأغمض عينيه ثم فاضت روحه المقدسة. رحم الله من نادى وعليا وسيدا. صح ونادي نعم ضجت الكوفة بأهلها تغير الكون. وإذا بأهل البيت هذا ينادي وسيدا وذاك ينادي وأبتا وعليا. لكن المصيبة عند زينب. زينب زينب تتحمل تشوف أبوها أمير المؤمنين. أبيات الدعاء. فارقت روحه وتزلزل يا خلق عرش الجليل ما جت الكوفة ضجت بالبواكي والعوين والسماوات العلية اتزلزلت واعلن الروح والبنات الهاشمية من الخدر ظلت تنو. زينب تنادي عسى روحي قبل روحه تروح ليت تدفني ابويا ولا تخليني وتشي. وعولت واجذبت حسرة والدمع بالخد ساء. صيح يا عز انت قضى وللمقابر مشى وشى. عجب يا سيف المنايا تموت يموت ابطا. يا حسن يا حسين خلونا عن الكوفة نشي. زينب تنادي هالبيت واسألك الدعاء. زينب تنادي والدمع منها سحايب. حيدر يا سيف الله ويا سهمه الصايب كلك عجايب يا علي وموتك عجايب. كيف المنايا سهامها في مثلك تصيب.
قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتلي جزاكم الله خير الجمع هذه الليلة إلى حسينية المرخ للنساء أعينوهم أعانكم الله وإن شاء الله هذا لا يقل ثوابها عن ثواب الصدقة والهي صدقة جارية إن شاء الله جزاكم الله خير أعينوهم أعانكم الله أعينوهم أعانكم الله أنا أقرأ الدعاء باختصار وأنتم تجمعون النساء يجمعون أيضا أعينوهم أعانكم الله اللهم صل على محمد وآل محمد بحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا اللهم أرنا ذلا عاجلا في أعدائنا إلهي وحد كلمتنا اللهم وحد كلمتنا اجعل كلمتنا كلمة واحدة حول علمائنا الأعلام إنك على كل شيء قدير إلى أمواتنا وموت الحاضرين وأموات على الإيمان والعلماء والشهداء نهدي جميعا ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد.